من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. دشن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مرحلة متقدمة من التغيير والإعمار خلال زيارة تفقدية للمشاريع في قضاء الشرقاط، واضعا الشركة المسؤولة عن تنفيذ الطريق الرئيسي للقضاء على القائمة السوداء لعدم التزامها بالتوقيتات الزمنية والمواصفات الفنية، مثلما شكل لجنة عليا لتصحيح الأمور. قررنا سحب العمل في الشارع الرئيسي. اثنين، تشكل لجنة تسريع عمل برئاسة مدير الطرق والجسور، مدير البلديات، مدير الكهرباء، ومدير بلدية مدير المجاري ومدير بلدية الشرقاط. والكل اللي ذكرت اسمائهم يبقون بالشرقاط إلى أن ينجز العمل. من باكر تبدون تبلشون بهذه الإجراءات. هسه أنا بلغت أبو العقود وانتهى الموضوع. الشركة تحال إلى القائمة السوداء ويبدي العمل التسريع بشكل يعني أريد خلال ينجز خلال فترة، وحتى لو تجيبون كوادر من كل المكانات المهم العمل ينجز بشكل. إضافة إلى ذلك أكو عندنا منطقة ما كانت محسوبة، مو صحيح تضيفونها وضيفون كيلو نضيفهن وياها وتكمل الشارع على طول. أريد شارع نظامي، أي فقرة ضمن هذا العمل مو ضمن المواصفات القياسية شيلونها.